جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل بصيغة أخرى شيخ صالح وتقول: هل هناك حالات خاصة يكون فيها خروج المرأة أفضل من الجلوس في البيت، سواء كان هذا عمل أو زيارة؟ لا أفضل من بقائها في بيتها، وإنما خروجها منه للحاجة أمر مرخص فيه، وبقاؤها في بيتها أفضل. إذا كان خروجها للمسجد، إذا كان خروجها للمسجد وهو خروج للعبادة أفضل منه البقاء في البيت، فكيف بخروجها لغير المسجد؟ وذلك واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، فإذا كان هذا في العبادة فكيف بغير ذلك؟ لا. إذن خروجها من بيتها للعمل أو للزيارة أو خوفا من شيء معين، هل هو من باب الرخصة أو من باب الوجوب حينئذ شيخ صالح؟ من باب الرخصة، من باب الرخصة والحاجة. نعم. إذن البقاء في البيت في كل الأحوال هو الأصل.